365 يوم إلا قليلاً، تحديداً 362 يوم، هذا بحساب الأيام. أما بحساب الأحداث والأخبار والتغيرات التي حدثت فهو ليس عام واحد وإنما أعوام، لكن هذا ما عودتنا عليه مصر في السنوات الأخيرة. فبعد ما يشبه الركود لعقود، وبعد أن ظلت مصر محكومة بحاكم واحد رئيس واحد لـ30 سنة، هي غيرت 3 رؤساء في 3 أعوام وفي انتظار الرئيس الرابع. مشاهدينا، يصعب جرد هذا العام في دقائق، لكن إذا أردنا أن نتوقف عند أهم الأحداث السياسية التي حدثت في هذا العام ومدى تأثيرها في مستقبل مصر في السنوات القادمة، هل يمكن فصله مثلا لتاريخين، واحد قبل 30 يونيو واحد قبل كده، ولا كلها حلقة واحدة من الأحداث؟ ما هو الحدث الأبرز والأكثر تأثيرا؟ هل هناك حدث واحد يمكن أن ينطبق عليه هذا الوصف؟ طبعا بدعو حضراتكم لمشاركتنا على الهاشتاج النشط على تويتر الآن. الحدث أهم حدث سياسي في 2013، وهذا ما أتوقف عنده مع ضيفي على الهواء مباشرة، وأرحب بهما الأستاذ أحمد بهاء الدين شعبان الأمين العام للحزب الاشتراكي المصري، ودكتور حسن نفع أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. أهلا بحضرتكم. أهلا بحضرتك. هل الوصف ده اللي احنا اعتدنا عليه طول السنين اللي فاتت دكتور حسن، ان احنا نيجي في آخر السنة نقول الحدث الأبرز يمكن ان هو يتم الحديث عنه في سنين فيها كل سنة فيها هذا القدر الكبير من الأحداث، هل فعلا في حدث ينطبق عليه وصف الأبرز بأفعل التفضيل بهذه الطريقة؟ في السنة دي بالذات بالتأكيد، لأنه يعني في 30 يونيو كان هناك حدث ضخم جدا، ودلالة هذا الحدث في ضخامته أنه قبلها بشهور كان هناك ما يشبه اليأس تماما من إمكانية زحزحة جماعة الإخوان المسلمين. يعني في نهاية عام 2012 تتذكري حضرتك أنه كان فيه الإعلان الدستوري الذي جمع فيه الدكتور مرسي بين كل السلطات، وبدأ واضحا منذ تلك اللحظة أن الإخوان تتجه إلى إحكام سيطرتها المطلقة والهيمنة المطلقة على مفاصل الدولة. وأنا كنت أتابع المشهد في ذلك الوقت، كان في بداية عام 2013 كان هناك إحساس عام باليأس أنه جماعة الإخوان المسلمين وصلت إلى السلطة ولن ترحل عنها. زي في إحساس باليأس، يعني كم المظاهرات التي خرجت ضد الجماعة، ويمكن نهاية العام السابق في نوفمبر لما خرجت المليونيات الضخمة، في فرق كبير قوي بين، يعني هذه ممكن نعتبرها دلالة يأس، في إرادة مقاومة لكن في إحساس أنه ربما لا تستطيع هذه المقاومة أن تزيح حكم الإخوان، وأن الإخوان في النهاية، يعني كان هناك سؤال كبير يعني دعينا نضعها بهذا، هل يمكن إزاحة الإخوان الذين عاشوا حوالي 80 أو 85 سنة في المعارضة وأحيانا تحت الأرض، ثم خرجوا من القبو إلى القصر مباشرة وبدأوا يحكمون، وكان البعض يأمل في أن يعني تكون التجربة الطويلة قد أنضجتهم وأن لديهم من الخبرات ما يؤهلهم لحكم البلاد إلى آخره. مع صدور الإعلان الدستوري على وجه التحديد وهذا الرفض الشعبي الذي خرج، كان واضح جدا أن جماعة الإخوان المسلمين تتجه نحو الهيمنة المطلقة. فإذا كان في بداية عام 2013 كان في بداية تساؤلات حول أولا أن جماعة الإخوان المسلمين قررت أن تهيمن على مقدرات البلاد، وبدأ التساؤل على الفور هل يعني ستحكمنا الإخوان المسلمين ب500 سنة قادمة كما كان البعض يتصور. ولذلك في هذا السياق 30 يونيو كان شيء مهم جدا، أن يتمكن الشعب المصري من بناء معارضة تستطيع أن تخرج بكل هذا الحشد، ثم يأتي الجيش المصري في 3 يوليو ليقرر الانحياز إلى هذه الإرادة الشعبية ويزيح حكم الإخوان المسلمين. أظن أن هذا حدث يعني لا يمكن مقارنته بأي حدث آخر، هل وبالتالي يمكن أن نقول أنه الأبرز هذا الحدث الأبرز. هل بتوافق على هذا التقسيم أستاذ أحمد، أن في حدث أبرز وتوابع لهذا الحدث الأبرز، ولا ممكن اعتبار أن هناك أكثر من حدث بارز على نفس الدرجة من التساؤل؟ هو طبعا في حوادث أقل بروزا، لكن لا شك أن يوم 30 يونيو أنا بعتبر أنه الحدث الأبرز طوال العام اللي أوشك أن ينتهي،
ومش بس كده، أنا في تصوري الحقيقة أنه أي حساب يعني علمي ومقاييس موضوعية، هذا الحدث ربما يكون من أكبر الأحداث التي شهدتها المنطقة في هذا العام والعالم أجمع. لأنه الحقيقة يعني زي ما قال الأستاذ الدكتور حسن، أنه القضية أنه ده مش مجرد نظام سياسي بتزحيه وتعودي إلى السياق، لا، ده النظام جاي يغير ملامح الحياة وبيهدد الهوية الوطنية للبلد وبيدمر استقرار وأجهزة الدولة ويعيد بناء يعني المجتمع كله على نسق مغاير. فأنا بعتقد فعلا أن هذا اليوم هو اليوم الأبرز بلا شك في عام 2013، وربما سيظل هذا اليوم من أبرز الأيام في تاريخ نضال الشعب المصري كله. ما ذكرته حضرتك وما ذكره الدكتور حسن الحقيقة كان محل اتفاق من بعض المشاهدين الذين شاركوا معنا على هذا الهاشتاج حدث 2013 الأبرز، الحدث السياسي الأهم في 2013. محمد عبد الملك رأى برضو ثورة 30 يونيو هو وأحمد محمد ما ترتب عليها من سقوط الإقوام في مصر والعالم أضاف إليها. جون مكرم كتب عزل محمد مرسي وكشف القناع عن جماعة الإخوان. هادي فاروق رأى أن هناك حدث مرتبط وهو قرار أن الإخوان جماعة إرهابية رسميا، رآه هو أبرز أحداث 2013. طارق يوسف ذكر أيضا سقوط مرسي وجماعته كحدث 2013 الأبرز. إذا اعتبرنا فعلا 30 يونيو هو حدث فاصل، فإحنا خلونا نقسم السنة لما قبل وما بعد. دعونا أولا نستعرض أهم الأحداث التي دارت في 2013 ما قبل 30 يونيو. نشاهد. الاخوان يعني مسكوا كل المناصب في الحكومه. ارحل أوشك عام 2013 على الرحيل بعد أن سطر في طيات صفحاته كثيرا من الأحداث التي أثرت في نفوس المصريين على الصعيدين الإيجابي والسلبي. كان أبرز هذه الأحداث هو إحياء الذكرى الثانية للثورة 25 من يناير، والتي تلتها اشتباكات بشارعي القصر العيني والشيخ ريحان بعد محاولة بعض المتظاهرين هدم الجدار الخرساني. كان الحكم بالإعدام للمتهمين في قضية أحداث استاب بورسعيد ضمن أبرز الأحداث التي أثارت جدلا، والتي أعقبها توتر الأوضاع وانتشار أعمال شغب في مدن القناة. بعدها أصدر الرئيس المعزول مرسي قرارا بفرض حظر التجوال بمحافظات مدن القناة. في 28 نشبت اشتباكات في أكثر من مكان في إحياء الذكرى الثانية لجمعة الغضب. بدأ شهر فبراير من العام نفسه باشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن بمحيط قصر الاتحادية في جمعة الخلاص. في 22 من مارس وقعت اشتباكات بين متظاهرين وأفراد من جماعة الإخوان أمام مقر مكتب الإرشاد على خلفية جمعة رد الكرامة التي دعت إليها القوى السياسية تنديدا بالاعتداءات على النشطاء والصحفيين آنذاك. بعد تصاعد الأحداث واضطراب المشهد السياسي في عهد مرسي انطلقت في 26 من إبريل حملة تمرد لسحب الثقة من المعزول. في المقابل وردا على حملة تمرد دشن المهندس عاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية حملة تجرد لدعم المعزول آنذاك. وفي شهر مايو واجه مرسي أزمة جديدة بعد اختطاف 7 جنود على أيدي جماعات إرهابية بسيناء للضغط على القوات المسلحة لوقف العمليات العسكرية هناك. وفي 21 من يونيو بدأت مظاهرات حاشدة في القاهرة وعدة مدن رئيسية نظمتها قوى التيار الإسلامي للتعبير عن تأييدها لمرسي رئيسا شرعيا، وذلك قبل أيام من مظاهرات حاشدة دعت إليها المعارضة في ذكرى تولي مرسي السلطة في 30 من يونيو للمطالبة برحيله وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. وبعد ذلك بيومين أكد وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي في تصريحات له أن الجيش سيتدخل إذا تدهورت الأوضاع. في 30 من يونيو تظاهر ملايين المصريين في ذكرى مرور عام على تولي الرئيس محمد مرسي الحكم وطلبوه بترك الحكم وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. صاحبت تلك المظاهرات أعمال عنف حدث أبرزها أمام المقر الرئيسي لجماعة الإخوان المسلمين بحي المقطم، وقتل على إثرها 9 أشخاص في حين تجمع أنصار مرسي وتظاهروا دعما له في ميدان رابعة العدوية. وفي الأول من يوليو أمهلت القيادة العامة للقوات المسلحة 48 ساعة للرئيس مرسي وللمعارضة لحل خلافاتهم. وقال الفريق أول عبد الفتاح السيسي إن الجيش سيطرح مبادرة للحل إذا انقضت المدة دون حل للأزمة.
ليلقي مرسي في اليوم التالي خطابا في ساعة متأخرة يدافع فيه عن شرعيته ويتمسك بمنصبه كرئيسا للبلاد. وفي 3 يوليو أعلن الفريق أول عبد الفتاح السيسي عزل الرئيس مرسي وتسليم منصب رئيس الجمهورية لرئيس المحكمة الدستورية المستشار عدلي منصور لحين إجراء انتخابات رئاسية، وأعلن تعطيل الدستور بشكل مؤقت. خالد أبو عرب، قناة دريم. إذا مشاهدينا، هل يمكن بالفعل اعتبار 30 يونيو تاريخ فاصل بين تاريخين؟ هل كل التداعيات التي شاهدناها والتي مهدت اليوم 30 يونيو ستجعل ما حدث بعده أسهل ولا أصعب؟ هل تجاوزنا الأصعب أم إن الأعوام القادمة ستظل علامات 30 يونيو ترسم ملامحها؟ واسمحوا لي أن أطرح هذا السؤال على دكتور حسن نفع. ما هو السؤال بالضبط؟ هل 30 يونيو هيكون تاريخ فاصل هيرسم ملامح الجاي؟ هل اللي عدى هو الأصعب ولا ما زال أمامنا أيام قد لا تكون سهلة كما تمنينا؟ يوم 30 يونيو كان نقطة تحول، لكن وأنا طبعا أريد أن أقول أنه لا يمكن إطلاقا فصل ما جرى في 30 يونيو وما جرى في 3 يوليو، لأنه لولا تحرك الجيش ولولا الدور الذي لعبه الفريق السيسي ما كان يمكن ل 30 يونيو أن يثمر بهذه السرعة، وكان من الممكن أن تأخذ الأحداث مسار آخر، لأنني لم أكن أتصور أن الدكتور مرسي كان يمكن أن يتنحى عن السلطة حتى إذا استمرت الحشود في الشوارع لمدة 10 أو 20 أو 30 يوم، ونتصور أنه مثلا في خلال 18 يوم كما حدث بعد 25 يناير أن يسقط نظام مرسي. كان الحشود المضادة اللي هي حشود جماعة الإخوان اللي كانت بدأت تعمل بقى مع المتحالفين معها حركة رد على حركة تمرد اللي هي حركة تجرد. كان واضح جدا ان احتمال الصدام وارد جدا، ولذلك انا بعتبر انه ما قام به الجيش كان عملا استباقيا لإجهاض احتمال حرب أهلية وانحياز لإرادة الشعب بوضوح. وبالتالي ما حدث يوم 30 يونيو أثمر يوم 3 يونيو بانحياز، ولذلك لا يمكن فصل إطلاقا بين يعني ما حدث 30 يونيو وما حدث في 3 يوليو. ولكن دول الحدثين دول هما نقطة التحول التي غيرت مسار الدفة ومسار الأحداث. لكن يعني نستطيع أن نقول أن مصر ما قبل 30 يونيو و 3 يوليو تختلف عن مصر ما بعدها، لكن لا نعرف، نحن ما زلنا في خضم أحداث هائلة، لم يعني هناك خريطة تاريخ لم تكتمل بعد. دخلنا في ما يسمى بمرحلة انتقالية، أو ما أسميه أنا شخصيا منذ فترة بالمرحلة الانتقالية الثالثة، والمرحلة الانتقالية الأولى فشلت لأنها انتهت بوصول جماعة الإخوان المسلمين إلى السلطة، والمرحلة الانتقالية الثانية التي قدام محمد مرسي فشلت لأنها انتهت بثورة شعبية عارمة، ونحن الآن في مرحلة انتقالية ثالثة بدأت مع هذا الحدث الضخم اللي هو ثورة 30 يونيو، لكنها لم تكتمل بعد. ومصر تبدو الآن كسفينة يتخبطها الأمواج من كل ناحية، هناك إصرار على إنجاح خارطة المستقبل كما رسمت، ولكن التحديات ضخمة وكبيرة جدا، وبالتالي لا نستطيع أن نقول أنه مصر تغيرت بعد 30 يونيو، لكن لم تستقر بعد. يعني لسه في قلب العاصفة، وبالتالي نأمل الوصول إلى بر النجاة. ولذلك لن ينتهي عام 2013 بقطف ثمار ما جرى يوم 30 يونيو، ولا نعرف بالضبط ما إذا كان الشعب المصري سيقطف هذه الثمار، أم أن الثورة التي سرقها الإخوان في 30 يونيو ستسرق من جانب آخرين بعد ذلك، وهل سيستطيع الشعب بالفعل أن يصر على استمرار الثورة إلى أن تحقق أهدافها، وهل خارطة التاريخ هي نهاية المطاف أم لا؟ هذه كلها أسئلة لا نستطيع أن نجيب عنها الآن، وهي ستظل معنا على الأقل 2014. ستة أشهر الأولى من 2014. جميل.
النقطة اللي أريد أن أسأل حضرتك عنها كسياسي وكمراقب وكمحلل سياسي هنا، إذا كان 30 يونيو هناك من يعارضها مفهوم طبعا، إذا كان الإخوان وحلفائهم تجرد وما إلى ذلك والجماعات الإسلامية التي صارت معها، لكن هناك أيضا من تفرقت بهم السبل من السياسيين بعد 3 يوليو، هناك تيارات موجودة حتى لو لم يكن بالحجم لكنها موجودة في الشارع السياسي، رأت أنها توافق على الأحداث حتى 30 يونيو لكنها تختلف مع ما حدث في 3 يوليو، ولا تزال تصف وترى انقلابا عسكريا، وكانت ترى أن هناك مستقبل للحراك السلمي لو استمر. نعم. كيف يمكن فهم موقف ده في ظل كل المحاذير اللي حضرتك قلتها واللي بيتفق معاك فيها تيارات سياسية كثيرة وجماهير في الشارع، أن دخول الجيش 3 يوليو ربما كان ضربة استباقية لمنع حرب أهلية؟ أنا من الذين يعتقدون أن الدور الذي قام به الجيش كان ضروريا وحتميا، وهو الذي حسم الصراع في وقت مبكر، ولست من هؤلاء الذين يعتقدون أنه لو ترك الشعب، لو تركت الأحداث تتفاعل واستمر خروج الجماهير ونضالها بنفس الطريقة التي حدثت في 25 يناير، أن هذا كان يمكن أن يفرز شيئا جديدا، بمعنى أن يؤدي إلى إزاحة جماعة أو إجبار الدكتور مرسي على أن يذهب إلى انتخابات رئاسية مبكرة. طبعا كان في استطاعة الدكتور مرسي، وكان الأفضل لمصر كلها، لو كانت جماعة الإخوان المسلمين على يعني في حد أدنى من النضج السياسي، وكان الدكتور مرسي قادر على قراءة الخريطة السياسية القائمة، كان يمكن أن يقرر، ولو كان قد قرر لا يعني انتهت الأزمة كان على الأقل، لكن كان هو كان واثق تماما أنه إجراء انتخابات رئاسية مبكرة سيأتي برئيس آخر للدولة، ولذلك أصرت جماعة الإخوان المسلمين أن تبقى وحدث ما حدث. لكن هل لو ظلت الجماهير في الشارع كان يمكن أن تؤدي إلى الضغط على الدكتور مرسي إلا أن يستقيل؟ أشك في هذا، ولذلك احتمال أن يتحول الصراع إلى حرب أهلية كان وارد في تقديري. أو أنا مش عايز أقول يعني موضوع الحرب الأهلية ده في بلد زي مصر أنا شخصيا بستبعده، لكن صدامات يمكن أن يسقط فيها أعداد كبير أو نوع من الفوضى أو يعني مشهد غير مسبوق في الحياة السياسية المصرية، ولذلك 3 يوليو كان حاسما من التطورات الأحداث. إحنا ممكن نعقب على ما حدث بعد ذلك، هل أديرت المرحلة الانتقالية بشكل وهذا جيد وهذا استبطيل مرحلة لاحقة من الحوار، لكن خليني أبقى تحديدا في هذه النقطة أشرك معي فيها الأستاذ أحمد بهاء الدين شعبان كسياسي هنا. يعني فكرة أن بعض السياسيين لديهم تحفظات على 3 يوليو لكنهم متسقين مع 30 يونيو، هل هم قدموا خيارات أخرى يمكن، هل في خيارات كان العمل السياسي ممكن أن يتحها بخلاف ما حدث في 3 يوليو؟ أنا عايز أقول لحضرتك في العمل السياسي المسألة مش مجرد تمنيات نظرية، أنتوا إزاء واقع بيحكمك في النهاية وبيضع يعني قواعد للصراع لابد أن تلتزم بيها، يعني مش بأمنياتنا ولا مزاجنا أن إحنا أنه الجيش نزل أو منزلش. لسبب بسيط، يعني أنه الذين كانوا يتصورون أن جماعة الإخوان المسلمين كانت ستترك الحكم بمحض إرادتها لمجرد أن الجماهير نزلت في الشارع يبقوا مش فاهمين جماعة الإخوان المسلمين كويس، وبعض القوى التي يعني بتردد هذا الكلام تحالفت مع جماعة الإخوان المسلمين، ويعني بناء على تصورات نظرية وهمية أن دول قوى وطنية وقوى سياسية يعني جزء من المعسكر الوطني. أنتم تعاونتم مع في الجمعية الوطنية للتغيير؟ إحنا تعاوننا، مش تعاوننا، كل القوى الوطنية وقفت مع بعض في مواجهة نظام حسني مبارك، وأظن ده كان منطقي لأن هذا النظام أذى كل القوى الوطنية والشعب كله يعني. لكن الجبهة التي تشكلت في مواجهة حسني مبارك سرعان ما انفكت بمجرد ما بدأت جماعة الإخوان المسلمين وإحنا في ميدان التحرير التفاوض مع الدولة عن طريق عمر سليمان للوصول مع الاتفاق للانسحاب من الميدان مقابل رفع الحظر عن الجماعة طبعا، وبدأ بعد كده التداعيات اللي انتهت بأنه جماعة الإخوان المسلمين انشقت عن الصف الوطني وبقت في مواجهة كل القوى المدنية والديمقراطية اللي وقفت معها قبل كده. وأذكر حضرتك أنه في الإعداد لثورة 25 يناير كانت هناك جبهة فيها النظام والجيش والشرطة
والجهاز الأمن والقضاء والكنيسة والجامع والإعلام وجزء من الشعب في مواجهة القوى السياسية وجزء من الشعب. انتهى التوازن ده بانتصار المعارضة. بعد 30 يونيو المعادلة اختلت. الشعب كله والقوى المدنية كلها والجيش والشرطة والمسجد والكنيسة والإعلام والمرأة والشباب، يعني المجتمع كله كان في كفة والإخوان المسلمين في كفة. الانفصال هنا عن الكتلة الضخمة دي، الكتلة الحرجة الكبيرة، والتعاون مع الإخوان، أنا في رأيي بعد اتضاح خطة التمكين وعمليات التخريب والتآمر والاتصال بالجهات الخارجية وتدمير مقومات المجتمع، كان في خروج على الإجماع الوطني. ومش صحيح ان اللي بيقولوا ان الإخوان يعني هم بيبرروا هذا الأمر، لكن انا اعتقد انه في خلل نظري عند قوة كثيرة من هذه العناصر يتصور ان جماعة الإخوان المسلمين لازالت جماعة وطنية وفي الصف الوطني، وبعضهم بيرتقي بها الى انها بتقود نضال ضد الاستعمار. انا مش فاهم هذا المنطق المختل عن بعض فسائل اليسار المختل المختل، لانه هذه جماعة اتت الى السلطة بدعم امريكي والمسألة واضحة والوثائق موجودة، وطول عمرها خادمة للاستعمار، واحنا كلنا كنا تصورنا في لحظة ان هذه الجماعة تخلت عن يعني انحيازاتها التاريخية ويعني اندمجت في غمار المجموعة الوطنية، لكن ثبت بالعكس ان الطبع يغلب التطبع وانها لم تتخلى ابدا عن الاهداف. يعني محل اتفاق حتى الان ان ثوره 30 يونيو هي الحدث الابرز في 2013. صحيح. قبل ان ننتقل الى ما بعد 30 يونيو كسياسي، هنا برضو بسال حضرتك، وفق قواعد الدراما الاغريقيه، البطل اللي بيصل الى مرحله السقوط قبلها بيبقى في حاجه اسمها الهيمارتيا او السقطه اللي هو بيرتكبها وبتخليه بعد كده يسقط، والناس تشعر ان ده جزاء لهذه السقطة. أي. ما هي السقطة اللي ارتكبها نظام الإخوان المسلمين وانت شفت ان ما يحدث ما حدث في تلك هو الحقيقة في مجموعة يعني محطات اشعارت المجتمع انه هم حاجة واحدة حاجة الحقيقة، يعني كثير جدا من ممارساتهم، لكن السقطة الكبيرة هي الإعلان الدستوري الذي صدر في 21 نوفمبر سنة 12 واللي منح محمد مرسي نفسه في عبر هذا الإعلان سلطات يعني غير مسبوقة، ويعني حصانة كاملة غير يعني منظورة. هل السقطة هنا هي الإعلان الدستوري ولا التصرفات التي صاحبت هذا الإعلان الدستوري؟ لا، المناخ العام يمكن لأي سياسة أن يخطئ وبعد كده يتراجع. هل السقطة هي الإعلان نفسه؟ لا، ولا ما صاحبه الإعلان كان ذروة، يعني ذروة اللحظة اللي أشعرت المجتمع أنه إحنا داخلين في يعني نفق مظلم لا مخرج منه أبدا إذا استمر بدون مقاومة. لان انت هنا الناس بتقول شافت بشكل واضح انه دولتها وبلدها وجيشها وحياتها كلها مهدده، وان هناك جماعه اغتصبت السلطه وبتعيد تشكيل المجتمع وبتحصن كل قرارات رئيسها بحيث لا يمكن باي حال من الاحوال مقاومتها في المستقبل. هنا كانت لحظه فاصله، واظن ان المجتمع كله بما فيه القوى المتردده وبما فيه ما كان يطلق عليه حزب الكنبه يعني شعروا جميعا ان هناك خطر يعني ماحق على الدوله لابد من الاتحاد في مواجهته. وانا بعتقد الحقيقه انه من اعلى لحظات النضج السياسي والفكري في المجتمع المصري هي تلك اللحظه التي سبقت 30 يونيو وتجسدت في النهايه في 30 يونيو و3 يوليو، لانه لاول مره حتى القوى السياسيه كان فيها نضج عالي جدا، تجاوزت عن كل التناقضات السنوية وخلافاتها القابلة للحل، وتمسكت بنقطة فاصلة وهي كيف يمكن أن تتحد إرادة الشعب المصري لتخليص مصر من هذه الكارثة التي يعني لو كنا فعلا يعني فشلنا أو تأخرنا ربما كانت المسألة انتهت. وأنا أذكر هنا بالكلام اللي قاله مرسي للفريق أول السيسي أنهم باقون لمدة 500 سنة. شوف يا حضرتك بقى إذا كانت سنة يعني حصل ما حصل في 500 سنة دي كانت هتعمل إيه في مصر. طيب يعني إذن هناك اتفاق على أن 30 يونيو كان ذروة المشهد السياسي في 2013. هل ما جاء بعد 30 يونيو يمثل بالفعل ملامح واضحة
يمكن من خلالها تلمس ملامح العام الجديد الذي تفصلنا عنه أيام قليلة. دعونا نتوقف عند ما حدث بعد 30 يونيو في هذا التقرير. أدي رئيس المحكمة الدستورية العليا اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة إجراء انتخابات رئاسية مبكرة. منذ أن عزلت القوات المسلحة الرئيس محمد مرسي وتشهد مصر أحداثا انقساما لم تشهدها من قبل، حيث أصدر الرئيس المؤقت عدلي منصور في 5 يوليو قرارا بحل مجلس الشورى، وتجمع أنصار الإخوان المسلمين بعد ذلك بيومين أمام نادي الحرس الجمهوري محاولين اقتحامه والاعتداء على رجال الجيش مما أدى إلى مقتل العشرات. وفي 9 يوليو قدم منصور جدولا زمنيا لخريطة طريق للمرحلة الانتقالية تتضمن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في غضون 6 أشهر، وهو ما رفضه الإخوان المسلمون. وأدت الحكومة الجديدة برئاسة حازم الببلاوي اليمين أمام الرئيس المؤقت عدلي منصور. وفي 7 أغسطس أعلنت الحكومة الانتقالية فشل الوساطة الدبلوماسية لحل الأزمة التي استمرت 10 أيام. وفي 14 من الشهر نفسه فضت قوات الأمن والجيش بالقوة اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وأعلنت السلطات حالة الطوارئ وفرض حظر التجوال. وفي 19 قتل 25 ضابطا وجنديا في سيناء في اعتداء هو الأكثر دموية ضد قوات الأمن منذ سنوات. وفي 26 يوليو تجمعت حشود ضخمة من المصريين في ميداني التحرير والاتحادية بعد أن طلب وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي منحه تفويضا من الشعب لمواجهة الإرهاب. ومنذ ذلك الحين ومصر تدخل في دوامة من العنف المسلح، حيث تعرض وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم في 5 سبتمبر لمحاولة اغتيال فاشلة بسيارة مفخخة، وتوالت العمليات المسلحة ضد الجنود والضباط في سيناء. وفي 2 ديسمبر انتهت لجنة تعديل الدستور من وضع دستور مصر الجديد برئاسة عمرو موسى وبمشاركة حزب النور السلفي على أن يجرى الاستفتاء عليه يومي 14 و15 من يناير المقبل. وفي 24 ديسمبر قام انتحاري بتفجير سيارة مفخخة في مديرية أمن الدقهلية مما أدى إلى وفاة العشرات وإصابة المئات. وبعدها أعلنت الحكومة جماعة الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا، لتستيقظ مصر بعد هذا القرار بيوم واحد على خبر انفجار أتوبيس أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص، ليعلن الجيش والشرطة بعدها عن انتشار مكثف لوأد ما أسموه بالإرهاب والعمليات المسلحة. محمد رياض، قناة دريم. لا يزال على هاشتاج أهم حدث سياسي 2013، 30 يونيو هو الحدث الأبرز الذي يتوج سنة 2013. هذا ما رأى محمد سليمان وحنان المغازي. أما معتز سمير فقد رأى أن سقوط مرسي ليس أهم حدث في مصر فقط، لكنه أهم حدث في العالم من وجهة نظره. الأيام التي تلت 30 يونيو هذا التفاؤل الكبير بعد 3 يوليو ثم العنف، هل نقدر نعتبر أن فض اعتصام ربعة الذي حدث في شهر أغسطس الماضي هو ممكن اللي ساهم في رسم ملامح بقية السنة بعد 30 يونيو؟ يعني أيهما كان في حدثين كبار في هذا التوقيت، لدينا حدث متعلق بجماعة الإخوان وهو فض اعتصامي ربعة والنهضة، ولدينا حدث آخر وهو لجنة الدستور، أيهما سيبقى تأثيره أوضح؟ لدينا حدث ترتب عليه أعمال عنف لا تزال مستمرة، ولدينا حدث ثاني بيترتب عليه قدر من التفاؤل. لا يعني أنا مش عايز أشوف علاقة طردية أو علاقة عكسية أو علاقة حتى من أو أي مقارنة نوع بين أو مقارنة بين فض ربع العدوية بالقوة وبين إنجاز الدستور. يعني الفكرة أن هناك حدث ينظر للأمام وآخر ينظر إلى الخلف. يعني. لا أنا بربط ده باستقالة البلد، يعني الحدثين اللي هم مرتبطين واللي كان يجب يعني على من يدير المرحلة الانتقالية أن يتأملهما وأن يتخذ يعني خطوات ضرورية لتصحيح المسار. وأنا بعتقد أن في خطأ كبير ارتكب في إدارة المرحلة الانتقالية بعد استقالة الدكتور البرادعي، لأنه تشكيل الحكومة التي يعني كلفت بإدارة المرحلة الانتقالية الثالثة لعب فيها الدكتور البرادعي دور حاسم، وأنا حتى في أحد الأعمدة التي كتبتها سميتها بمنتهى الوضوح على طول في الثاني يوم حكومة البرادعي مش حكومة أي شيء آخر. فعندما يستقيل الرجل الذي أصبح نائبا لرئيس الجمهورية والذي لعب دورا مهما في تشكيل هذه الحكومة أن يستقيل احتجاجا على تصرف
يعني اول حاسم واتخذته الحكومه لفض ربع العدويه بصرف النظر بقى عن تفسيرنا للموقف الذي اتخذه البلدان، مش عايز اتعرض له، بس كان المفروض بعد هذه الاستقاله يعاد النظر فورا في تشكيل الحكومه وترسم استراتيجيه واضحه المعالم للطريقه التي ستدار بها المرحله الانتقاليه في ما بعد هذه الاستقاله. ده واظن انه يعني بعض الارتباك الذي اصاب اداره المرحله الانتقاليه ناتج عن هذا الوضع. موضوع لجنة الخمسين مسألة أخرى، ولحسن الحظ أنه شخصية زي شخصية عمرو موسى قدرت يعني رغم التفكك الذي بدأ داخل لجنة الخمسين في مرحلة من المراحل والتي أعطت الانطباع أنه هذه اللجنة قد لا تستطيع أن تتوصل إلى توافق حول صيغة مقبولة للدستور الذي سيطرح على الشعب للاستفتاء، إنما يعني الحمد لله أنه امكن احداث يعني التوافق. انت هذه النقطه حضرتك اشرت اليها، يعني يمكن من احداث 2012 التي نستطيع ان نتوقف عندها واحنا بنجرد العام في هبوط وصعود شخصيات. دكتور محمد البرادعي بدا العام باسهم كبيره جدا، كانت لحظه وقوفه لاداء اليمين لحظه للكثيرين اللي هو مثل ملهم بالنسبه لهم. تراجعت اسهمه بعد هذه الاستقاله بصرف النظر عن تقييم الموقف، لكن كان هناك تراجع لاسهمه لدى قطاع من مؤيديه، في حين ان الدكتور السيد عمرو موسى مثلا بدا العام باسهم قليله باعتبار انه طول حملته الانتخابيه كان يتم مواجهته بانه محسوب على النظام وده السابق. وده بيوريك الفرق بين السمات الشخصيه المختلفه جدا اللي هي بتبرز بقى في الاحداث الجسام التي يمر بها الوطن. من يستطيع ان ينجز، من يستطيع ان يقدم شيئا للوطن، ومن لا يستطيع، من تسعفه صفاته ومؤهلاته الشخصيه لكي يلعب الدور المنتظر منه او حتى اكبر من الدور الذي كان متوقعا منه، وبين شخص يعني استثمرت فيه الجماهير كثيرا وبدا. لكن الدكتور البرادعي الحقيقه يعني اصاب الناس بالاحباط في مراحل اخرى كثيره، لانه في البدايه عندما يعني شكلنا الجمعيه الوطنيه للتغيير كانت اسهمه عاليه يعني جدا. هو بصرف النظر عن تقييم الموقف احنا بنتابع على الاقل اسهم الجماهيريه التي قلت وارتفعت، هنا بصرف النظر عن تقييم الموقف في حد ذاته. الدكتور البرادعي وقت يعني بعد 30 يونيو باعتباره كان ابرز شخصيه كمان في جبهه الانقاذ التي لعبت دورا مهما في حشد المعارضه في او التصدي ثم انبثاق حركه تمرد صحيح من خارج جبهه الانقاذ، لكن جبهه الانقاذ كانت هي وراهن عليه شباب الثوره ورشحه شباب التمرد الحاضن السياسي الحقيقي. وباعتبار الدكتور برادعي كان ابرز شخصيه في جبهه الانقاذ ككل، فاذا ظهوره طبعا احنا متذكرين انه كان مكلف اولا بان هو يرأس الوزراء، رئيس الوزراء واعترضت، وانا كان رايي انه كان الافضل ان وكان لابد ان يكون هناك تصميم حتى يختبر الدكتور البرادعي في منصب تنفيذي ويعني نختبر قدرات الرجل، وكان هيبقى عليه مسؤوليه بقى كيف يتعامل مع ربع العدويه. والله إذا استطاع أن يقدم حلا أهلا وسهلا، إذا لم يستطع أن يقدم حلا وكان الحل هو فض الاعتصام بالقوة كان هو الذي سيتحمل مسؤولياته في نهاية المطاف، لكن وجوده في منصب نائب رئيس الجمهورية جعله يبدو كرجل في الظل. إذا نجحت الأمور نسب هذا النجاح لنفسه باعتباره الملهم، وإذا فشلت بيقول يعني مرة تانية نحن لا نقيم الدكتور البرادعي أو أي شخص من الأشخاص، إحنا بنحاول لكن إحنا نتابع بورصة الصعود والهبوط في العام، مش بس في الشخصيات لكن بورصة يعني الأحداث في الأحداث وكيف كان يمكن أن يعني تذهب في منحى آخر أو في مسار آخر لو كانت الأشخاص اللي يعني تركزت عليها الأضواء أو ألقيت عليها المسؤولية في لحظات معينة قد تصرفت بطريقة مختلفة. ولذلك موضوع الاستقالة كان له دلالة مهمة جدا، كان لأنه مرتبط بقى بالتصور العام لإدارة المرحلة الانتقالية فيما بعد 30 يونيو. طب المرة دي بقى محاولة للتقييم، هنا بنتكلم احنا شاهدنا في التقرير السابق الذي تحدثنا فيه عن أهم أحداث العام بعد 30 يونيو، إذا كان ما قبلها كان السمة المميزة هي تظاهر الأمل اليأس أو الأمل المراوحة بينهم لحين إسقاط نظام الإخوان المسلمين حتى 3 يونيو، فإن أغلب ما نراه من أحداث حتى هذه اليوم يبدو في الفاعل الأكبر هو الأمن، سواء احنا بنتكلم هنا عن القوات المسلحة أو عن وزارة الداخلية، ويبدو الغائب الأبرز هنا هو السياسة.
على عدد الأحزاب السياسية الموجودة، هل ترى أن هذه الأحزاب أبلت بلاء حسنا في 2013 يا أستاذ أحمد؟ في النصف الأول من 2013 وصلت الأحزاب السياسية إلى ذروة كفائتها، وخصوصا في جبهة الإنقاذ، لأن هذه الجبهة برغم التناقضات العديدة التي ألمت بها أو كانت جزء من مكوناتها، وكانت بتضم أحزاب من أقصى اليسار لأقصى اليمين، وبينها وبين بعضها يعني حتى تنافسات وخلافات، لكن استطاعت تقديرا للمسؤولية الوطنية أن تتجاوز كل هذا الأمر وأن تتحد في مواجهة جماعة الإخوان المسلمين. وأنا يمكن قبل ما أخش كنت بقول للدكتور حسن أنه ربما يكون أهم ما صنعته جبهة الإنقاذ هي أنها استطاعت أن تمنع أي من أطرافها لمغادرتها والانضمام إلى الجبهة الأخرى، لأنه لو كان حصل أنه حزب واحد فقط راح للإخوان المسلمين كان الإخوان لازالوا حتى هذه اللحظة حاكمين لمصر بادعاء ان هم يعني معاهم حلف وطني. هل هذا التحالف اللي حصل قبل 30 يونيو قابل للحياه فيما بعدها ولا في موارد؟ شوف حضرتك، رايي الشخصي ان هذا التحالف يجب ان يستمر الى ما بعد على الاقل الاستفتاء عن الدستور. هذا ما يجب ان يحدث، لكن ما هو حادث على الارض؟ هو الذي حدث، وهذا انا اعتقد ده الخطا الجسيم اللي خلى البعد الامني هو الوحيد اللي يتصدر المشهد. وأنا من حيث المبدأ شايف أن البعد الأمني ضروري. أنت عندك جسد أصيب بسرطان نشر خلاياه الخبيثة في يعني في الجسم، فكان لابد من تدخل مشرط الجراح عشان نشيل الورم ده. لكن فترة التعافي اللي بعد الورم ده، بعد ما شلنا الورم ده اللي هو يوم 30 يونيو، كان المفروض الحقيقة المواجهة لا تقتصر على البعد الأمني وحده للأسف الشديد. هل الأمن مضطر أنه يواجه لوحده لأن السياسة؟ هو مضطر لأن السياسة خزلته، ولأنه لأنه مش خزلته بمزاجها، هو حصل كما حدث بعد 25 يناير أن هناك قوة تدخلت أبعدت تماما الجماهير الشعبية والقوى السياسية وصاغت ملامح خارطة الطريق بدون ان يعني يبدو ان للجماهير دور. انا بعتبر انه الخطيئه الكبرى التي تمت بعد 30 يونيو هو ان هذه الجماهير العظيمه التي خرجت واثبتت يعني حضورها القوي جدا يوم 30 ويوم 26 يونيو تم يعني مع الاعتذار في التعبير تسريحها، لانه الجماهير دي مش قاعده احنا بندوس على زرار تطلع ندوس على زرار تروح، لا، هذه الجماهير اثبتت على مدى السنوات الثلاث الماضية أنها يوثق بها ويجب أن هل هي حضرة هذه الجماهير في سياق المشهد في هذه اللحظة؟ حضرة بالمعنى السلبي، يعني زي؟ يعني في قبل 30 يونيو وفي 26 يوليو كانت حضرة بالمعنى الإيجابي، أنها موجودة كقوة يعني حاضرة قادرة على الحسم. الآن هي حضرة يعني بمعنى إيه؟ أنها رافضة لما يحدث، شايفة يعني غاضبة على جماعة الإخوان المسلمين، وده بيبان في ملامح بنشوفها، أنه مثلا أغلب المظاهرات بتنتهي إلى أنه الجماهير تطارد جماعات الإخوان المسلمين في الشارع والحواري. أنه في بعد الأحداث الجسيمة اللي حصلت زي اللي حصل في مديرية أمن الدقهلية، خرجت الجماهير تنادي بإعدام الإخوان المسلمين. ويمكن برضو كنا بنتناقش انه في ظاهره خطيره انا شخصيا يعني متحفظ جدا عليها، وهي قيام عدد من او عناصر من الشعب بحرق مقر الاخوان المسلمين او عناصر منتميه ليهم او محلات. انا ارجو ان هذه الظاهره تنتهي، لان هذه الظاهره يعني هي جزء من الفوضى السياسيه. طب يعني اليس هذا ثمره غياب السياسه؟ يعني مزبوط. طول الوقت كان هناك حديث من القوى السياسيه المختلفه ان الجماعه موجوده وهي بتنافسكم، الان في حاله فراغ سياسي فراغ كبير لم تستطيعوا ان تملؤه. لا مش لم حتى هذه اللحظه المنتسبين لجماعه الاخوان التي اصبحت توصف بانها جماعه ارهابيه بيتكلموا على انكم كجماعه كتيارات سياسيه وكنخب بحسب الاستخدام العام وشديد العموميه اللي بيتم استخدامه من قبلهم ظاهرة تلفزيونية غير موجودين في الشارع. أنا بعترض أقول لحضرتك ليه اللي حصل. لا مش صحيح، إن هذه الأحزاب برغم ضعفها وبرغم الضعف ده لأسباب موضوعية وتاريخية،
والتجريف السياسي اللي حصل طوال 30 سنة أثر تأثير سلبي على هذه الأحزاب، لكنها كانت موجودة وهي التي تصدت لنظام حسني مبارك، وهي التي تصدت يعني عن طريق سواء الجمعية الوطنية للتغيير أو حركة كفاية قبل كده، ما هي دي كانت من مكونات فيها برضو أعضاء من الأحزاب. لكن في كل الحالات اللي حصل أنه الجماهير والقوى السياسية والقوى التي تنتمي إلى الثورة للمرة الثانية نتيجة الضعف التنظيمي تسرق الثورة من بين أيديها وتمنح إلى قوة أخرى. لكن أنا بعتقد أنه الآن نحن الآن ونحن نتحدث وأمامنا حوالي أسبوعين على الدستور، ويعني وهذا الاستحقاق على درجة عالية جدا من الخطورة، لابد من القوى السياسية كلها أنها تنزل إلى الشارع وتتكلم مع الناس وتوصل للمواطن البسيط لماذا يجب أن يذهب إلى صندوق الاستفتاء ويقول نعم للدستور. لأنه الحقيقة هو نعم للدستور معناها نعم للاستقرار، نعم للقمة العيش، نعم لأن المكان يدور والحياة تتقدم. إيه بتختلف الدعاية اللي حاجة بتقولها دي عن الدعاية اللي كان بيستخدمها الإخوان؟ لا أنا يعني فكرة الاستقرار يعني نفس هذه المحافظات هي اللي كان بيستخدمها الإخوان لدعم الدستور، لفرق أن الإخوان كان بيقول نعم لاستقرار جماعتنا، نعم لاستقرار عشيرتنا، نعم لمصالح يعني عصاباتنا. أنا بتكلم هنا عن نعم للشعب، نعم لاستقرار الشعب، نعم لإرادة الشعب، نعم لأنه الحقيقة أن ما يحدث الآن هو يعني بشكل مباشر عملية منظمة ومنهجية من أجل إعاقة الجماهير للوصول إلى يعني هي الحقيقة أن الدستور في المرتين ظلم، المرة دي أعتقد أنها هتكون شئنا ما بين تصويت على أو ضد خارطة الطريق وليست على الدستور. صحيح بالضبط. وأنا قلت الكلام ده على فكرة صحيح. كتير جدا خلال الأسابيع الماضية وأظن ده واضح تماما. طبعا موضوع الدستور ما يجبش أن احنا نغفل أنه مضمون الدستور برضو له دور، لكن وواضح جدا أنه دستور 2013 يختلف عن 2012 وأفضل من زوايا كثيرة جدا رغم وجود بعض التحفظات. لكن السؤال هل هذه التحفظات ده دستور من 247 من ده من الطبيعي أنه يعني وإحنا بنبص له ككل، لكن ممكن نلاقي خلل هنا وخلل هناك من وجهات نظر مختلفة، لكن لن يكون التصويت، وأظن أن الشعب المصري يدرك هذا إدراكا واعيا، أن التصويت على الدستور مش فقط على مضمون الدستور صحيح. وإنما أيضا هو على عزل موافقته على عزل الدكتور مرسي، موافقته على خارطة الطريق، رفضه لجماعة الإخوان المسلمين ولهيمنتها، موافقته على أنه هذه هي النقطة الحاسمة في عملية بناء نظام سياسي جديد. هل ننجح أو لا ننجح هذه بس الشعب بيدرك أنه إذا لم يصوت على الدستور بكثافة أو إذا قيل لا للدستور ماذا يمكن أن يحدث. الموضوع مش موضوع استقرار ومش موضوع نفس الدعاية اللي كانت بتتقال زمان، لا هو يعني أظن أنه بيدور في ذهن هذا الشعب اللي علمنا يعني كتير، يعني النخب السياسية ضعيفة ومفككة لكن بتلعب دور مفجر الشرارة ودايما من خارج الأحزاب الرسمية. خلي بالك أنه باستمرار من خارج الأحزاب الرسمية، يعني مجموعة خالد سعيد اللي بدأت 25 يناير ثم التحقت بها القوى مش هل تعود الحياة للسياسة في 2014؟ هل نقدر نقول يعني في جملتين هل حضرتك توافق على أن الأحزاب السياسية في مصر لديها فرصة غير مسبوقة ربما في العقود الأخيرة؟ وهل إذا كانت توافق على ذلك هل يمكنها من خلال المعطيات الحالية أن تستثمرها في 2014؟ شوفي الخريطة السياسية ستتغير كلية بالتدريج، لكن طبعا هناك في فرصة هائلة أمام الأحزاب السياسية أنها تتجمع وتندمج وتدرك خطورة التحدي القائم. وأنا شايف أنه للأسف الشديد لا الحكومة على مستوى التحدي القائم ولا الأحزاب السياسية القائمة حاليا بأمرتها المزمنة اللي احنا شايفينها وعارفينها كلنا على مستوى التحدي، لكن الأحزاب السياسية يجب أن تدرك أن الشعب وراها بالمرصاد وهو باستمرار اللي هيصحح خطأها. وبالتالي الاختبار القادم في الاستفتاء في صناديق الاقتراع هيبقى اختبار لجميع الأطراف، اختبار لقوة الإخوان المسلمين ووزنها الحقيقي في الشارع، اختبار لقوة الأحزاب السياسية وقدرتها على الحشد، اختبار للكتلة غير المنظمة لقوة الدولة اللي هتقدر تأمن الاستفتاء، اختبار لوعي الشعب ومدى إدراكه لمغزى ودلالة أن يذهب إلى صناديق الاقتراع. كل ده هيختبر وكل ده نتائجه هتظهر في هذا الاستفتاء صحيح. ولذلك الاستفتاء هيكون هو
المعركة الكبرى الحقيقية التي ستقول لنا ما إذا كانت خريطة الطريق ستنجح، ويعني ما هي ماذا سيكون مؤشر. ولذلك يبدو منطقيا تصاعد العنف قبله للتخويف منه. كما ذكرت في البداية، عام مليء بالأحداث التي تزيد على عدد أيامه والتي يصعب حصرها في دقائق قليلة، لكن على الأقل ما توافق عليه ضيفي في الاستوديو مع مشاركينا على شبكة الإنترنت 30 يونيو يظل هو ذروة المشهد السياسي فيه. بشكر باسم حضراتكم ضيفي على الهواء مباشرة الأستاذ الدكتور حسن نفع، أستاذ العلوم السياسية لجامعة القاهرة، والأستاذ أحمد بهاء الدين شعبان، الأمين العام للحزب الاشتراكي المصري. غدا يوم آخر في مصر، إن شاء الله يكون يوم أفضل. حتى ألتقيكم في هذه، تحيات زملائي فريق البرنامج وتحياتي منى سلمان. إلى اللقاء.